كفايه بقى، مش سامعك كويس، بطل وشوش. ما انت بتتوشوش، مش سامع حاجه. ايه بتقول ايه؟ هكلمك بعدين، يلا باي. ارجو حاجه ان انا ما كنتش قطعت عليكم الحموم الجماعي اللي انتوا فيه ده. لا يا ابني، احنا طول عمرنا ماشيين على كده. هو انا بس كنت جاي لنبيله في بوستين. ايه؟ لا جاي اخد كلمتين في القضيه يعني. بحسب البوستين. ايه اصل سمعتها بوسه، انت فاكرني ايه؟ اصل انا شريفه وعفيفه وظريفه وشرفي بحب بالليفه. ابني كنت الليفه يا حاج، حبي يا جمل. ده انت عمك في قلب البيت رهوان. يا بنت خلصي التليفون اللي معاك ده وشوفي الافوكاتو، يمكن نطلع منه بمصلحه. طب يلا بقى، باي باي. خلصنا افندم يا استاذ. والله انا بس فت ثواني ثواني ثواني. ازيك يا سعوده؟ ده سعد الصغير؟ لا 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 لا، ده سعد اخويا، اخويا انا. يا حبيبي اكبر من الصغير ولا هو ايه؟ يا راجل لا 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 لا، دايما انت ظنك وحش يا راجل. ده ابن خالتي، ابن خالتي بالرضاعه يا سعد. طب يلا يلا اقفل، اكلمك بعدين. يلا باي باي. البلد كلها اخواتها بالرضاعه. منور يا حاج عجه. افندم يا استاذ خلصنا. قصدك يا ست انت اللي خلصيني بقى. بص يا ست انا بس شفت ال ثواني ثواني. اوعى بقى بقى، انت رايح فين؟ اجيلك لما الشبكه تقع. طب انت كنت عايز ايه؟ لا خلاص، نتقابل في الجلسة. باي. سيد الرئيس، حضرات السادة المستشارين، إن هذا المرتهن الماس اللي أمامكم الآن في قفص الالتهام بريء براءة الذئب من دم ابن يعقوب، وأنا ألتصق مع النيابة. ألتصق مع النيابة في كل دليل قد قدمته وقد قالت بأن موكلي مذنب، ولكن دعونا ننطق بالقانون الذي هو تاج فوق رؤوسنا نمشي به بين الأمم فخورين به. القانون الذي يقول بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته. ولذا ولذاك ولهاك أطلب من هيئة المحكمة والسادة الحضور أن تسمح لي باستجواب المدعية. تعال يا غريبة. سيد الرئيس، مش فين الشهادة اللي هي المدعية؟ هي دي الشهادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا سلام يا سلام على الهدى والنور. أنا أحترمك عشان خاطر الحجاب اللي أنت لابسها ده. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله. ده أنا أنفخك. بارك الله فيك يا أستاذ، بارك الله. نبيل الحايح، أنت قلت في تحقيقات النيابة انك انت شاورت للميكروباص وهو كان فاضي وركبت معاه، صح؟ ايوه يا استاذ. ولما حصل ان انت ركبت معاه الميكروباص خدك لمكان غير خط سيره وخدك بعيد بعيد وحديكو وفي حته مكان ضلمه كده وعلى ضي الشموع حصل الاعتداء عليك، اليس هذا صحيحا مطلقا ذلك؟ اجل يا سيدي، اجل يا سيدي. وعلى حسب اخوالك برضك في النيابه انك قلتي ان تم عليك الاعتداء بدايه من الساعه 7:30 حتى الساعه 8:30، يعني ساعه بالتمام والكمال، مظبوط؟ الله ينور عليك يا استاذ. لا الله ينور عليه، هو ساعه ده رقم قياسي، ده المفروض ياخد جايزه اوبل على اللي عمله ده. سيد الرئيس، هل تسمح لي الهيئة الموقرة بمكالمة تليفون؟ هنا يا أستاذ؟ نعم؟ هنا؟
بعد اذنك المقنع في صلب وعنق القضيه. اتفضل. انا اللي بتصل. انا ايوه. رد يا حاجه. رد رد يا حاجه. فتح الله عليك. رد رد. الو. الو. مساء الخير. مساء الخير يا فندم. نبيل الحايح مش كده؟ اجل يا سيدي. اجل يا سيدي. طب ده رقم تليفون ساعتك مش كده؟ اجل يا سيدي. اجل يا سيدي. والرقم ده يا حايح كان موجود معاك اثناء الحادثه صح؟ اجل. اجل. انا بس حبيت اثبت لسياده المحكمه ان دي النمره الخاصه بالملدعيه اللي كانت معاها اثناء الزعططه. وكان عايز ياخد منك الموبايل صح؟ اجل يا سيدي. اجل يا سيدي. يا سلام على التقوى. طب ازاي يا ست رايز حصل الاعتداء عليها وهي جالها في نفس التوقيت ده 5 مكالمات كل مكالمه لا تقل عن 10-12 دقيقه وده اللي مظبوط عندي هنا في قلب الشركه نفسها بتاعه المحمول بتقول ان جالها 5 مكالمات في نفس التوقيت اللي كان بيتم عليها الاعتداء فيه نفس الساعه. ازاي ده يتم؟ هو ممكن يحصل بس يحصل بقى سعادتك الا اذا كانت هي في حاله الاعتداء كانت بتكلم صاحباتها وبتشرح لهم فوائد الاغتصاب. شكرا سياده الرئيس. يا تقوم هتظبطي. يلا باي. نبيله انت نمره الموبايل بتاعك 013-45-31. ايوه يا فندم. حكمت المحكمة حضوريا أولا بإلقاء القبض على المجني عليها وأحالتها إلى نيابة العام وتوجيه تهمة البلاغ الكاذب إليها، وثانيا براءة المتهم عصام بيومي من التهمة المسندة إليه. رفعت الجلسة. بقول لحضرتك نزل لي قانون الدستور الجنائي كله. ايوه بس ده كتير قوي على الشريحه انها تستوعب ده كله من غير ما نفضلها مكان. يا باشا يا باشا البشوات يا دكتور يا مستر سكلانس احنا داخلين على عز وفلوس جايه وحياه تانية خالص. عايزين نعمل الفلوس اللي بجد. عايزين نقف على الفلوس نفضل نطول 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 من على الواقع نلمس برج الجزيره ولو طولنا نلمس برج الجدي كمان هنلمس. اتكل على الله. حلوه قوي. هات المج بتاعك وتعالى. بصحتك يا مستر سكلانس. قدامي. ويلكم سكولانس. شوف بقى دي ذكريات قديمه زي اصدقاء طفوله الاهل الجيران الحي اللي انت اتولدت فيه العشره القديمه يعني. شيل ايه؟ شيل شيل ذكريات طفوله ايه وناس ايه وجيران ايه وعشرة قديمة ايه. ده حتى اسمها مش حلو. عشرة قديمة زي الجبنة القديمة. شيل. هايل. عايز الناس دي كلها انساها. انساها من الفقر. عايز ابقى شاب جديد. اعمل لي اكاونت ونزل لي الايس بوكس. هايل. حياتك كلها. بالشكل ده على الشريحة تخليني أقرب معهد المؤتمر اللي هظهر فيه اختراعي للنور. حلم حلم. انت بتقربه بسرعة.
حلم ايه ورؤية ايه؟ ايه يا دكتور؟ ناس ايه؟ ناس؟ ناس مين يا دكتور؟ نمالهم الناس خلاص الدنيا بقت حلوة والعيشة هترتاح نمالهم مالهم سطب انت بس قانون الدستور الجنائي والصالونة العلاقات الغرامية يا هيا وآية نزلت لك برنامج العلاقات الزوجية عشان تخلف ويبقى عندك قطة عيال هو ده كلام هو ده أخيرا فهمتني يا وديع